أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه حفل تخريج الدفعة 15 من مرشحي الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية، وأناب جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات الدفاع البحرين لرعاية الحفل. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين إلى موقع الحفل، كان في استقبال معالي سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وبدأ الحفل بعزف سلام الملكي لمملكة البحرين. السلام عليكم. تفتيش أبو الخرجيس هاي. بعدها تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتفقد طابور الخريجين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. وبعدها بدأ الاستعراض العسكري لخريجي كلية عيسى العسكرية الملكية. سيدي صاحب المعالي، تزدان كلية عيسى العسكرية الملكية بحضوركم فرحاً وتتهلل بمعاليكم بشراً بتشريفكم حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 15 سرية القادسية. سيدي صاحب المعالي، ها هم رجال البحرين يتقدمون بخطوات ثابتة، يتقدمون نحو مجد مشرق، حاملين شعار الله الملك الوطن، يتقدمون ومعهم إخوتهم من دولة فلسطين والجمهورية اليمنية، حيث نبارك لأهلهم تواجدهم معنا وتخرج أبنائهم.
سيدي صاحب المعالي القائد العام، بداية أتقدم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي كلية عيسى العسكرية الملكية عن خالص شكري وعظيم امتناني لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة السامية لاحتفالنا هذا اليوم. ويسرني أن أرحب بمعاليكم حفظكم الله أجمل ترحيب في كلية عيسى العسكرية الملكية، هذا الصرح التعليمي الشامخ، مصنع الأبطال بين أبنائكم قادة المستقبل، في حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 15 سرية القادسية. إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا هذا اليوم مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم. وبهذه المناسبة يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة بمزيد من العزة والرحى والتقدم والازدهار. تشهدون اليوم تخريج نخبة من ضباط الميدان بعد أن أنهوا المتطلبات العسكرية والأكاديمية وتلقوا أحدث العلوم العسكرية وفنون القيادة ومهارات القتال، يملأهم الحماس والعزم مستعدين لبذل أرواحهم دفاعاً عن الوطن مؤكدين عهد الولاء لله والملك والوطن. كما يسعد الكلية مشاركة عدد من مرشحين الضباط من الجمهورية اليمنية الشقيقة ودولة فلسطين الشقيقة في الدورة جنباً إلى جنب مع أخوانهم في مملكة البحرين حيث تجمعهم الأخوة والعروبة والمصير المشترك. سيدي صاحب المعالي، إنه لشرف كبير أن أقف أمام معاليكم في هذا اليوم المبارك وفي رحاب كلية عيسى العسكرية الملكية، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين يشرفني أن أرحب بمقدم معاليكم حفظكم الله في حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 15 سرية القادسية التي نهلنا منها شتى العلوم العسكرية ومختلف الدروس الأكاديمية تحت مظلة هذا الصرح العلمي الشامخ كلية عيسى العسكرية الملكية منبع العلوم والمعارف العسكرية وميدان العلم الأكاديمي الحديث. بهذا اليوم الأغر الذي تعانقت به رايات العزة والمجد نجدد عهدنا بالولاء والطاعة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، ونؤكد المضي قدماً في مسيرة التطور التي تشهدها قواتنا المسلحة تواقين لخوض ميادين التضحية، معاهدين الله عز وجل أن نكون جنودكم مخلصين رهن إشارتكم وطوع بنانكم، باذلين أرواحنا للدفاع عن حياض الوطن وحصن المنيع لمنجزات ومكتسبات مملكتنا الغالية. على العهد نبقى يا أبو سلمان، أبشر بنا لثارة الهية يا راعي الغوج اللي ما ينشرى بثمان، كسب الكريم اللي فعوله نداوية ويا سليل قوم مجدهم من أزمان، فعالي السمع بارق نضية على الخليفة صيتهم يرعب العدوان درع الوطن فالوغى لثارعية، على الخليفة صيتهم يرعب العدوان درع الوطن فالوغى لثارعية، لباسة الشال عزوة العربان هم در المضيوم وهم فيه فيهم ولي العهد رفيع الشان الفخر يفخر لها الطارية والمشير قايدنا في يوم الوغى لحان فالسمو في الأرض وقوات بحرية واختامها بالمبتدا باسم الله الرحمن. يا مرحبا يا سيدي وأهلين يا حية. Thank you.
ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتكريم المتفوقين. وسيف الشرف مرشح ضابط عبد الله عيسى محمد عبد الله. الحائز على المركز الثاني مرشح ضابط عبد الله حمد عبد الله الدوسري. الحائز على المركز الثالث مرشح ضابط عبد الرحمن طارق محمد حسن. الحائز على المركز الأول على الدول الشقيقة مرشح ضابط يعقوب رزق عطا يعقوب من دولة فلسطين الشقيقة. الحائز على جائزة الضبط والربط العسكري مرشح ضابط إبراهيم طارق عبد العزيز البعينين. الحائز على جائزة اللياقة البدنية مرشح ضابط أنس محمود غالب سوالمة من دولة فلسطين الشقيقة. الحائز على جائزة الرماية مرشح ضابط لؤي محمود عبد سالم من دولة فلسطين الشقيقة. يمنح نوط التميز للحائز على المركز الأول في الدورة مرشح ضابط عبد الله عيسى محمد عبد الله. وبعد ذلك قدمت هدية تذكارية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين من قبل آمر كلية عيسى العسكرية الملكية. على سلام عليكم. ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية عيسى العسكرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية القادسية إلى الدورة 16 المستجدة سرية أحمد الفاتح. هذه راية كليتنا نسلمها لكم أمانة في أعناقكم، فحافظوا عليها خفاقة عالية. باسم الجبهة 16 يعاهدكم أمام الله أمام الملك، حافظوا عليها حتى آخر غزة من نمان.
سيدي صاحب المعالي، أيها الحفل الكريم، صدر الأمر الملكي السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه رقم 88 على عين لعام 2022 بتعيين الخريجين ضباطاً في قوة دفاع البحرين. الخريجون قسم الخدمة العسكرية. بعدها أدى الخريجون القسم القانوني. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكرياً في قوة الدفاع، أن أكون وفياً لمملكة البحرين، أميناً على حقوقها، مخلصاً لمليكها، صاحب الجلالة الملك المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذاً لها في البر والجو والبحر داخل وخارج المملكة، وأن أضع نفسي وقدراتي في خدمة المملكة، وأن أحمي علمها وأحفظ أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، محافظاً على شرفي وسلاحي، لا أتركه حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. السلام عليكم إسراف أبو الخريجين سيد. ينصرف الخريجون من الميدان ولسان حالهم يقول: لن ننسى أياما مضت، لن ننسى ذكراها، لن ننسى ميادين التدريب وقاعات العلم والمعرفة، بعد أن نهلوا من معين كلية عيسى العسكرية الملكية حظا وافرا من التأهيل والتدريب، ما يؤهلهم أن يكونوا ضباطاً أكفاء في ميادين البطولة، متميزين بكل معاني والقيم العسكرية الحقة بالتضحية والإيثار.
هاهم الخريجون وهم يغادرون الميدان بخطوات واثقة، يرتقون سلم المجد لتبدأ بعدها مسيرة جديدة مليئة بالعطاء في أعظم مهمة وأنقى رسالة وأشرف ميدان، ميدان الجندية. يرتقي الخريجون أولى درجات الاحترافية متسلحين بما تزودوا به من علم ومعرفة ومهارات عسكرية ساهمت في صقل شخصيتهم وتطوير مكتسباتهم، وهو ما يفتح أمامهم الطريق نحو مزيد من العلم والمعرفة في وحدات قوة دفاع البحرين، ليصبحوا قادرين على أداء دورهم ورسالتهم في خدمة الوطن. ثم قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية على الخريجين. وبهذه المناسبة أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين في ختام الحفل عن شكره العظيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على رعايته المستمرة لهذا الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من دفعات المرشحين الضباط، وعلى كرم دعمه واهتمامه الدائم لكل ما هو خير لرفعة وتقدم قوة دفاع البحرين. وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الخريجين على نجاحهم، داعيا أن تكون العلوم العسكرية التي تسلحوا بها منطلقا طيبا لآفاق عسكرية وعلمية أرحب ومستهلا، وبداية نيرة نحو مسيرة عمل عنوانها البذل والتفاني والإخلاص في خدمة القوات المسلحة والمساهمة في علو ونهضة الوطن. ورحب معالي بالأشقاء الخريجين من الجمهورية اليمنية ودولة فلسطين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما وجه معالي شكره لكافة منتسبي كلية عيسى العسكرية الملكية على عملهم الدؤوب للارتقاء بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي ينبثق منه دور العلم العسكري بفروعه المختلفة، وأثنى على جهودهم الطيبة التي أثمرت هذا النجاح الذي نشهده اليوم. وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها مختلف الصروح العسكرية التعليمية بقوة دفاع البحرين، وأكد معاليه على أهمية دور تلك الصروح لخدمة القوات المسلحة بمملكة البحرين، مشيرا معاليه إلى أن هذا الدور الوطني يعد ترجمة واضحة للثوابت الراسخة وتجسيدا للنهج العسكري القائم على الرؤى النيرة لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين دأبت منذ التأسيس بتنمية الإنسان الذي هو هدفها وثروة الوطن الحقيقية، وأنها ستظل دائما مهتمة بعناصرها البشرية في جميع المجالات وتقديم كافة الدعم والتقدير لهم. وشدد معالي على اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين وما يقومون به من جهد ودور مميز في كل موقع من مواقع البذل والعطاء،
الأمر الذي جعل هذه القوة الوطنية تتبوأ مكانة رفيعة تمكنها من حماية مكتسبات ومنجزات ومقدرات الوطن، مضيفا معاليه أنه بعون من الله تعالى ومن ثم بالتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت قوة دفاع البحرين أنموذجا يحتذى به في الأداء القتالي والتدريب العسكري.